أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من انشغل بحفظ القرآن وطلب العلم ولم يستطع أن يتلو القرآن ليختمه، هل يأثم؟ ما يمنع طلب العلم عن أن يجعل وقتاً لتلاوة القرآن حتى يختمه، من كل يوم يجعل نصف جزء جزء، ما يمنع طلبه، بل هذا يعينه على طلب العلم، استذكاره للقرآن يعينه على طلب العلم. نعم، فيجمع بين الأمرين، تلاوة القرآن وطلب العلم، ولا تنافي بينهما. نعم.